والشعب المصري بالمناسبه من البني ادمين بتوع هذا المجتمع الدولي. ها احنا 100 مليون بنطالب بحقوقنا في الحياه، في الحياه. ها وبنقول لاوروبا والولايات المتحده الامريكيه اللي هي بتأيد حقوق الانسان، لو سمحت أيدوا حق الشعب المصري وما تنسوش انه محتاج يعيش. يا فندم حق الحيوانات في اثيوبيا واستهلاكها من المياه اكثر من استهلاك الشعب المصري. احنا دخلنا في حالة او مستوى الفقر المائي للانسان. وبعد كل التعثر في مفاوضات سد النهضة، في مسؤول في وزارة الري السودانية بيقول الوزارة مستعدة لكل السيناريوهات لو حصل ملو احادي للسد شهر 7 اللي جاي، والمهندسين شغالين عشان خاطر يقللوا الاثار السلبية المتوقعة، وبيحذر من ان يبقى احتمال كبير قوي يبقى فيه نقص في كمية المية اللي جاية من النيل الازرق اعتبارا من شهر 4 الشهر اللي جاي لحد شهر 9. وقال احتمال ان مداخل محطات المية الشرب والري تتأثر بسبب انخفاض مناسيب المية. وزارة الري السودانية بتطالب كل المعنيين ان هم ياخدوا كل الاحتياطات اللازمة عشان يتجاوزوا اثار الملو والتشغيل خلال فترة نقص المية. احنا دخلنا في حالة او مستوى الفقر المائي للانسان. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة، اعلان جمهورية تانية. اعلان جمهورية تانية. احنا دخلنا في حالة او مستوى الفقر المائي للانسان. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. نقطع مية النيل عن كل الساحل الشمالي والساحل البحر الاحمر. مصر هتبقى في موضع تاني 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة. وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم المحبة للسلام وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله. ان احنا كنا عملنا بعض الحزم والتخفيضات تصل لغايه اللي جاي من الساحل الشرقي الامريكي 75%. طبعا على طول 75. احنا دخلنا في حاله او مستوى الفقر المائي للانسان. اثيوبيا النهارده هتعمل سد جديد. وزير الري الاثيوبي النهارده قال ان احنا هنعمل سد اخر. يعني بكرة عندنا اجتماعات، وطلع النهاردة بتصريح هنضع حجر الأساس لإنشاء سد آخر في ولاية أمهرة. لأنه أثيوبيا أعلنت وقلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات إنهم هيعملوا الملء الثاني. الكلام ده إمتى؟ قبل ساعة من اجتماعنا معهم الأسبوع اللي فات، فقالوا هنعمل الملء الثاني. والنهاردة قبل اجتماعنا بيوم قالوا إن احنا هنعمل سد آخر وهنحط حجر الأساس لسد آخر. مصر طبعا وقعت توقيع اولي. نعم، اللي هو فبراير الماضي. اللي هو فبراير. مش عايزه تيجي ليه اثيوبيا؟ قال لك لا، ده احنا هو السد بس عشان كهرباء. امال عشان ايه؟ عشان زراعه مثلا؟ قالت ممكن. طيب عايزين قد ايه زراعه؟ ما نعرفش. حسب التنميه. طب وايه تاني؟ احنا هنعمل سدود تانيه. بدأوا يتكلموا في سدود تانيه. سدود تانيه. طب عايزين ايه مننا؟ هل تدونا بقى كارت بلانش انتوا والسودان؟ انتوا موافقين على السدود الثاني. عايزين تتفاوضوا معانا. توافقوا على مشاريعنا المستقبليه. طب نوافق ازاي على مشاريعكم المستقبليه واحنا ما نعرفهاش؟ طب فين هي السدود ديت؟ نبص فيها ونقيمها وندخلها في التفاوض. لسه ما عملناهاش. لسه ما صممناش. طب عايزين ايه؟ قالوا نفس الوضع كده. فمصر والسودان اتفقوا ان هذه السدود لو انشائها لا يتعارض مع القانون الدولي. مصر والسودان موافقين. لا يتعارض تاني مع القانون الدولي. مع القانون الدولي موافقين. موافقين. ايا كان عددها. اي كان عددها. اهم حاجه الحجم بتاعها لا يؤثر على توزيع المياه المعتمد الدولي. قال لك لا، احنا مش معترفين بحصتكم. الله الله الاول
سد النهضة وبعدين والتنمية وبعدين عايزين نزرع شوية. طب تزرعوا قد إيه؟ مش عارفين. وبعدين سدود المماطلة سدود ثم الحصة بتاعتكم مش عارفين. لا ده احنا مش عارفين بالحصة بتاعتكم. إن عند انقطاع المياه عن مصر بشكل غير مناسب يضر الشعب المصري، مش هيبقى فيه غذاء، مش هيبقى فيه مياه للشرب والصناعة. ساعتها إما الشعب بيهاجر أو الدولة تدافع عن مصالحها، ولو هاجر هيهاجر فين؟ والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر مصر. غرّونا في اتفاقيات وفي تقارير وبيكسبوا وقت، وكان معروف يعني للكل ان اثيوبيا ناضيه بطريقها، وكل الكلام اللي بيتقال وكل المناورات بما فيها ما يسمى اللجنه الثلاثيه، كل هذا كان لكسب الوقت. نقطع ميه تنين عن كل الساحل الشمالي والساحل البحر الاحمر، وما اعرفش مصر هتنتهي حضارتها اللي دامت 7000 سنه وهنتهي عطائها ولا هتحافظ على هذا. ارجوك اناشدكم لكل فرد فيكم ولكل مسؤول في الدوله الا يتخاذل والا يستسلم وان يدافع عن حقنا في البقاء، خاصه مع ما اعلن من ان اسرائيل ستدير مشروع شركة الكهرباء التي ستنشأ لتوزيع وتسويق الكهرباء من سد النهضة وهي كبيرة. من سيكون مسؤول عن الإنتاج والتسويق والتوزيع؟ المؤكد أنه سيتحكم في المياه أيضا نظام التشغيل. ومن ثم فإننا لابد أن نشير أن إسرائيل ستمسك بزمام بالقصبة الهوائية لهذا السد. إسرائيل بمعنى بتسرق المياه الكافية اللي عندنا في مصر من خلال مشروع استغلال الابار الكافية، مشروع الباشا كامل، مشروع نور، مشروع ترعه السلام، مشروع ترعه السلام، مشروع ترعه السلام. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.